العوصي كنا في وقفة سلمية في حي العودة مطالبة باستقلال الصحراء الغربية. تمينا قاعدين نرد الشعارات اللي جاتنا قوات الاستعمار المغربية اللي تمت تلغنا في أنواع أزقة في مدينة العودة في حي العودة بمدينة العيون اللي نقبضوني وراحين معذبوني في الشعب اللبناني. توسيع صلاحية المينورسو ونطالبوا بمراقبة شمل حقوق الإنسان بمدينة العيون وبجميع المناطق المحتلة وكل الوطن والشهادة.